السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوف في اي وقت بإذن الله هي لك، يكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبيب قلبي محتاج قراءة خاصة، تلاقوا لينك الادمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. رسالة اليوم حبيبي، انتوا يمكن ماشيين في طريق معين، ولكن في طريق تاني هيتفتح لك، والطريق ده هو الافضل ليك. وقف التفكير بطريقة سلبية وتجرأ علشان تكون مختلف. خليك شخص جريء، كن مختلف عن ما انت عليه، اتميز زي ما انت مميز، كن انت وما تكونش غيرك. وقف التفكير السلبي والتعلق بالأشياء، فك التعلق علشان يحصل التجلي. حد فيكم لازم يصنع اختياراته بنفسه، لأن ربنا جعلك مخير مش مسير. محتاج تكون أقوى وتشوف نفسك أقوى من كده. في حاجة هنا بتقول إن في معلومات هتوصلك، في حاجة هتوصلك هتخليك تقيم حاجات في حياتك وتخرج حاجات من حياتك. ده حكم إلهي بالتغيير. في حاجة هتتغير في حياتك مش بمزاجك، الطريق الجديد ربنا هيفتحه لك وانت دلوقتي بتبتدي فيه وماشي فيه. محتاج بس شوية توازن، محتاج انك تلاقي الحلول، لان ده التوقيت المثالي اللي انت منتظره، اللي انت عايزه للتغيير. في منكم كان منتظر التوقيت المثالي بقاله فترة، في منكم كان محتاج التوقيت ده بقاله فترة وعمال يتعبين، ولما حصل بتستعجل للشيء اللي بعديه. لا لا، مفيش حاجة اسمها استعجال، كل شيء بيجي في وقته حلو، كل حاجة لها وقت وترتيب إلهي، حتى لو كان التزام أو زواج أو عاطفة أو علاقة جديدة. يمكن دلوقتي أنت اتطورت علاقتك بحد تطور كبير، فاصبر، الطريق بينفتح واحدة واحدة. السلم عمره ما بيطلع نط، بيطلع درجة درجة، وإلا هتحسوا بصعوبة وانتوا طالعين. يمكن تنزل نطة واحدة. يعني ايه؟ يعني ممكن الانسان ينط من فوق السلم، لكن ما ينفعش ان هو يطلع نط. فاهمين ازاي؟ عشان كده ساعات بتلاقي ناس بعد ما وصلت لدرجة كبيرة جدا من الارتقاء ومن المال وكل شيء، وهب بعدت عن ربنا شوية، هب تقع تحت سبع ارض. فاهمين ازاي؟ ما هو ربنا بيخليهم يقعوا الوقعة دي عشان يرجعوا له تاني، عشان يفتح له الطريق، عشان يخليه يمتن ويشكر. ربنا لما بيبتلي انسان بيكون بيحبه علشان يرجع له، وبعد كده بيديله الجزاء المناسب. خلي بالكم حبيبي، كل حاجة بتجيلنا في وقتها بتكون احسن وافضل. اللي انت فيه ده دلوقتي تطور كبير، احمد ربك عليه، اشكر فضله، اشكر فضله طول ما انت قاعد داخل على ميلاد جديد، داخل على ولادة جديدة. عارفين لما نقول انت بتتولد من جديد؟ انت خططت لحياتك صح، والتخطيط الناشئ عن حكمة بيخليك تاخد الخطوة اللي بعدها وبينجح، بس محتاج شوية تفاؤل. على فكرة في حاجة تانية عمالة تقول برضو، في حاجة تانية في انتظارك افضل، في طريق تاني افضل، في شخص في انتظارك افضل، في مكان افضل، في بيت افضل، في حاجة افضل جاية لك. انت محتاج تبحث عن روحك، عن نفسك، محتاج انك تكون شخص مثالي، محتاج تكون انت وما تكونش حد غيرك. بص لنفسك برؤية نفسية عميقة، شوف نفسك ايه، هتلاقي نفسك اقوى بكتير من اللي انت عليه، وهتقدر انك
تتخذ القرار بمنطق وحكمة وعقلانية. محتاج برضو انك تنضبط في صلاتك وأورادك، وانك تكون على الطريق الصحيح. الكتاب اللي انت بتقرأ فيه وهو كتاب الله هيديك سر وهيديك شيء قوي، بس ركز وتدبر آياته. انت شخص قيادي في حياتك، بتقع لكن بترجع تقوم. يمكن اخدت قرارات خاطئة في حياتك كتير، ودلوقتي بتقول انا هاخد القرار الصائب. داخلين على تغيير غير متوقع على فكرة، زي مركب ماشية بقالها سنين في البحر وهترسى اخيرا على مرسى. ما تفكرش ان ربنا خلاك مريت بالتجارب والحاجات الصعبة دي كلها عشان شيء سهل. انت ربنا خلاك تمشي في البحر الهائج ده، لكنه ما غرقكش، خلاك تفوق. خسرت، بعدت عن حاجات كتير بتحبها، حاجات كتير راحت منك، لكن ربك بيخرجك من البحر ده بسلام عشان ترجع تعيد التفكير في كل حاجة وفي كل خطواتك، وما تعيدش أخطاء ماضي ما تكررهاش. ده وقت مثالي إنك تشوف الطريق التاني، لأن في حاجة أفضل مستنياك على الجهة التانية أو على الجهة الأخرى. في حاجة بتقول هنا اتعلم من أخطائك وإياك إنك تكررها. في حاجة بتقول اكتسب الحكمة ولبي نداء روحك. التغيير جالك، حان الوقت لاتخاذ القرار لإجراء معين انت شغوف بيه. كن شجاع، لازم تعرف ان اللي جاي لك هو ترتيب من ربنا. هيجي ازاي وفين وامتى ما تسألش، ده في الغيب المطلق عند ربنا. انت محتاج بس تعمل الخطوات وتكون متحمس لها وتكون ايجابي، لان ده هيخليك تلاقي الطريق الصحيح والطريق التاني. فاهمين حبيبي؟ محتاجين ده قوي، محتاجين ده جدا. انما تسأل عن الحاجة، لا تسأل عن النتيجة، لا تسأل على جاي امتى وفين وليه، ده غيب مطلق ملكش دعوة. الحاجة جاية جاية، لان الدعوة بتكون مستجابة. رب العالمين لما قال ادعوني استجيب لكم، قال استجيب فورا، ما قالش انه هستجيب بعد شوية. تفهمين ازاي؟ ادعوني استجيب على طول، بس ايه، استجابة ربنا ليها حكمة في التأخير. بيحصل تدبير للشيء قبل ما يجيلك، فدايما خد بحكمة ربنا. يمكن اللي انت بتمر بيه دلوقتي هو بلاء عظيم، لكن الرسالة بتقولك بلوتك حتى اريك رحمتي وعوضي لك. انت اتبليت بشيء قوي بس علشان يحصل العوض من ربنا. خليك انسان صادق، خليك انسان صادق مع الله ومع نفسك، مش مع الاخرين. مع الاخرين ما بقوش يستاهلوا، يعني مش هتلاقي صاحب يستاهل في حياتك، ولا هتلاقي قريب او قريب، يعني شخص قريب او بعيد يستاهل في حياتك. لا، هتلاقي نفسك ان صديقك هو الله، هي ملائكته. حبيبك هو الله وملائكته. صدقني كل ما تخش في الدايرة دي أكتر، كل ما ربنا بيخبأ ليك الأفضل، بيفتح لك البصيرة أكتر، وبتشوف غدر الناس بعنيك، وبتحس من عينيهم إذا كانوا سيئين أو جيدين. ثق في حدسك لما يخبرك بأي شيء، إذا كان بيخبرك بشيء مزعج أو بيخبرك بشيء يعني مفرح. يعني الحدس هو صدق من الله، لان مفيش حد بيتفاعل عنده طاقة الحدس القوية او الحاسة السادسة زي ما بيقولوا، بس في حاجة اسمها بصيرة نورانية الا من عند رب العالمين. كله بيكون ربنا بيحبه وبيعوز يفتح له الباب كده بشيء من الغيب النسبي. زي كده ما بتحلم بحلم وتقوم تلاقيه اتحقق، زي ما بتحلم بحد بيتوفى بتقوم تلاقيه بيتوفى، بتحلم بان حد رجع من السفر بتلاقي ان الشخص رجع من السفر. فاهمين ازاي؟ ده شيء من الغيب النسبي ربنا بيفتحه لعباده الصالحين. فاهمين ازاي؟ ربنا ابتلاك علشان يريك رحمته وعوضه لك. واعرف ان حدسك بيخبرك بشيء، اعرف ان احساسك صادق من الله،
ده لو كنت قريب من الله، يعني لو كنت شخص بعيد كل البعد عن الله وبتعمل معاصي وذنوب، فاعرف انك انت يعني بيجيلك الحادثة ده من القرين. محتاجين تولعوا شمعة وبخور يا جماعة في المكان اللي انتوا فيه، محتاجين تطردوا طاقة سلبية، محتاجين تسترخوا على إضاءة هادئة، محتاجين تسترخوا وتبعدوا عن أي تفكير دنيوي. يمكن البعض منكم هنا في طاقة حد بيراقبكم، في حد بيراقب كل خطواتك، في حد للبعض هنا معجب سري لا يتوقف ولا يستسلم حتى يأتي الوقت المناسب. يعني مش هيبطل مراقبة، مش هيبطل، ده مستني الوقت المناسب اللي يقدر يكون معاك فيه. رسالة بتقولك الصلاة على النبي والبسملة هما هيكونوا فتحك انت، فتح للمغاليق بتاعتك انت، اي حاجة مغلقة هتفتح عندك بإذن الله. ودايما بنقول نتعامل مع اي موقف ما نهربش منه. لو انت بتحن للماضي كفاية حنين، كل حاجة بتصيبنا من نفسنا وكل رحمة بتصيبنا هي من الله، فما تحنش للماضي لو كان سيء. محتاج انك تتردد لا حول ولا قوة الا بالله، علشان انت من الاشخاص اللي هيحصل في حياتكم معجزة بالحوقلة. في تدبير في الغيب بيتدبر لك، لا تيأس، ربنا معاك. جاي لك رسالة بتقول لك يد الله فوق يدك، لا تشعر بالحرمان او بالعجز، فقط قول اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، وردد لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها تكررت مرتين. ردد لا حول ولا قوة إلا بالله وإن شاء الله ربنا هيجيب لك الحاجة اللي انت بتتمناها زي ما انت كنت عايزها بالظبط. خارجين من استشفاء حبيبي، يعني تستشفوا من طاقة حسد أو سحر، كأن الشفاء من عند ربنا بيصيبك انت. ودايما بنقول ابتلاء ربنا فيه رحمة. انت مركز قوي على حاجة بتعملها، محتاج تكون طموح بقى، تحفز نفسك وتتواصل على قد ما تقدر مع الله، كن قائد لحياتك. في نصيحة هتجيلك من شخص، والشخص ده هيكون مبدع في حياته، يعني الشخص ده شخص قوي جدا، شخص يعني عنده إبداع في حياته. هتجيلك نصيحة منه، خد بالنصيحة. في حاجة انت بتقوم بيها، ممكن عمل قوي، عمل شاق، عمل ماهر، محتاج انك انت تتعلم اكتر وتكمل في اللي انت ماشي فيه. ممكن انت محتاج تدرس تاني، محتاج تعلم نفسك شيء تاني. في حاجة هنا بتقول ان انتم من بذور النجوم حبايبي، بتقول ان انتم شفائيين، محتاجين ان انتم تستخدموا طاقة الشفاء دي لحياتكم، والحاجة اللي انتوا بتتمنوها هتجيلكم. رسالة بتقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. حتى الموت لما الانسان بيتمناه بيلاقيه، عارفين يعني ايه؟ عشان كده دايما بنقول محدش يقول انا هموت، انا تعبان، انا فيا، انا فيا. الحاجات دي كلها بتكون طاقات سلبية، يعني انت بتفضل ترددها من غير ما تحس بتجذبها لحياتك. لو فهمتم معنى التشابك الكوني مش هتتكلموا اي كلمة تكون فيها طاقة سلبية. داخلين على وفرة كبيرة وحلم هيكون حقيقة على ارض واقع. رسالة بتقول ان انت بتعتني بنفسك وبالاخرين، وكأنك بالضبط الملاك الحارس ليهم، او يمكن زي ما بتقولوا هنا البنك اللي مفتوح ليهم. فاهمين ازاي؟ ممكن انت بتصرف على عيلة، على بيت. في حاجة هنا بتقول انك انت يعني شايل مسؤولية كبيرة، حان الوقت انك تهدى وتنجز الامور وتحترم التزاماتك اللي انت فيها، وتعرف ان الملائكة حواليك في كل وقت وفي كل مكان، وتبطل تفاني، يعني ما تفنيش نفسك علشان الاخرين. برضو فكر في نفسك انت شوية، لان اللي جاي لك انت هو النجمة البعيدة، الامل البعيد اللي انت كنت فاكره بعيد ومش هيجي جاي لك باذن الله. فقط قول يا رب
أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي، ربكم فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.